يا هلا والله شباب، بهالفيديو راح العب احد اغرب الالعاب اللي نزلت هالسنه واللي هي لعبه تايني تينا ويندرلاند. اللعبه موجوده بنفس عالم العاب بوردرلاند المشهوره ومن نفس مطورينها حتى، بس اللعبه جدا غريبه لانه احداثها بعالم قديم وخيالي، يعني في قلعات، تنانين، سحر، هياكل عظميه، وانا شخصيتي باللعبه معي أسلحة ورشاشات حديثة، يعني قاعد أقاتل هياكل عظمية معاها سيوف وأقواس، وأنا داخل ومعي شوتجن وأسلحة، خليط جدا غريب وأظن رح يعجبكم. بس قبل لا أبدأ، في giveaway على نسخة من هاللعبة، إذا ودك تفوز فيها كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك تعليق مع المنصة اللي بدك إياها اللعبة، سواء البلاي ستيشن أو البي سي. ويلا خلنا نبدأ بالفيديو. بس قبل أن نبدأ، هذا الفيديو برعاية هواوي أب جاليري. أب جاليري عندهم عروض جدا رهيبة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأصلا معودين الأب جاليري أنه في كل رمضان بيعملوا عروض وهدايا جدا رهيبة. وعلى فكرة مو شرط يكون عندك موبايل هواوي عشان تنزل متجر الأب جاليري، لا، إذا عندك أي موبايل أندرويد فينك تنزل عليه المتجر، وإيه فينه يكون تلفونك في متجرين عادي. طيب ليش تحمل اب جاليري؟ شو رح تستفيد؟ رح تستفيد انه في عروض جدا رهيبة على العاب وتطبيقات ما رح تلاقيها في اي متجر ثاني. على سبيل المثال، حاليا في رمضان عاملين عروض على كوبونات استرجاع نقدي توصل الى نسبة 30%، تشحن وتسترد 30%، وكمان تقدر تحصل قسائم شرائية من دولار الى 1500 دولار. وغير كذا كل ما تدفع رح تحصل الماسات، وهالالماسات بتزيد مستواك، وعلى نهاية الاسبوع اذا كنت من ثلاثة الاوائل فراح تحصل جوائز يا اما 3000 دولار او 2000 او 1000 دولار، وحتى لو ما طلعت من ثلاثة الاوائل، هلا الماسات فينك تستعملها عشان تفتح باكيجات راح تعطيك قسائم وهدايا رهيبة. وتذكروا، هلا الماسات انت ما راح تشتريها، لا، مجرد منك تستعمل برنامج وتشتري اشياء راح تجيك الالماسات بشكل مجاني. والجائزة الكبرى بشهر رمضان انه اكثر واحد راح يشحن في المتجر راح يربح 5 اجهزة من هواوي على نهاية رمضان. فيلا حملوا المتجر الان، ومثل ما قلت لكم على اي تلفون اندرويد فينك تحملوه وتستعملوه. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. ايوه بدأنا على طول كاتسين. اوكي، نحن هدفنا نوصل للشرير هذا. لعبة كوميدية، يعني هذا كان قاعد يحكي ويقول مستحيل توصلوا لعندي وكذا، بعدين فجأة وصلوا لعنده، قال اوه وصلتوا لهنا بسرعة. ايوه والله ضربهم ضربة. اوه طلع هذا كله لعبة على الطاولة، نحن قاعدين نشوف الأحداث حقيقية بس هم عم بيلعبوا لعبة على الطاولة. اوكي الآن بختار شخصية. عنا هذا اللي معاه تنين صغير، عنا الساحر، عنا هذا اللي وراه جمجمة تطير. والله خيارات صعبة بس عجبني اللي معاه تنين. وين اللي معاه تنين؟ ايه هذا، نختاره. اوكي بدأنا اللعبة. الرسومات جدا رهيبة والله، ستايل الرسومات كذا واقعي على كرتوني. الحين في عنا جسر مكسر، كيف نعديه؟ هنا اوكي، في طريق ثاني، طريق سحري. ايوه هذا اول سلاح. يا سلام، كان مضى لازم نستعمل السلاح عشان نكسر هالاغصان اللي هنا. حلو حلو حلو. اوكي عنا اول اشرار. القم القم. حلو. سهل. عنا بوكس هنا. اوكي سلاح، اول سلاح. يا سلام، مثل ما قلت لكم اللعبة كل اللي ضدي هياكل عظمية وسيوف وتنانين، وانا عندي سلاح. وين قاعد اطلع؟
وهذا مصعد. اوكي نطلع هنا. اوه جانا اول شرير. اوكي اجا سكر علي الطريق وراح. حلو. هم صحيح ما عندهم اسلحة بس عندهم اقواس، عندهم اسهم. اوكي لازم امشي اعدي الصخر هنا، طريق مسكر. اوكي حطوا لي متفجرات. حلو قاتل المزيد من الهياكل العظمية. في هذه لازم نساعدها. اوكي لا هذا شكله قوي، هذا شكله قوي. يمكن لو اطعن يكون اقوى. اي والله الطعن اقوى، بس لا الطعن هو بيقدر يطعني. حلو طيب هذه اللي كنا لازم نساعدها. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عندك فلوس؟ كيف بدك تدفعي لي فلوس؟ لا لا شو ببلاش، ابي فلوس، ما في شيء ببلاش. يا ليل شخصيتي مسوي شهم. اوكي هذه لونها ازرق متفجرات، فاجمعهم جنبها وافجر. حلو. هذا معاه درع. اوكي هيد شوت. اوكي الدرع تبعه ولا سوى له شيء. اوكي وصلنا للقلعه، بس لسه على حواف القلعه. يا اخي والله اللعبه جميله، بالذات الناس اللي يحبوا العاب الخيال والتنانين وهالكلام، اجواء جدا رهيبه. طلعوا الأسلحة. أوكي خلنا نبدل هذا. يا هلا والله عندي رشاش الحين. طيب وسلاح ثاني ناخذ هذا. شوف السلاح هذا، شوت جان صح؟ لا رشاش. تعال. ايوه والله سلاح رهيب. تعال القم القم. بعمركم شفتوا لعبة كذا في الخيال وتنانين وهياكل عظمية وقلعات بس معاك أسلحة وسب مشين ورشاشات؟ كأنه سلاحي هذا يجمدهم. إيه والله يجمدهم. وصلنا للقلعة، وصلنا للقلعة. أوكي يطلع يجمدهم. هذا وين طلع بوجهي؟ أوكي لازم الحين ناخد كتاب السبيل أو كتاب السحر اللي هنا. اعطوني سكينة. اوكي لازم اطلع هنا لفوق اظن، من هنا على اليسار. يب انقطعة. فتح لنا فتحة بالارض، ما توقعت والله، فكرتها مثل مصعد هيطلعنا لفوق. اوكي تحت الارض اكيد بيكون مليان اعداء. في فخ هنا اقدر ادمره. حلو. شكله الحين في بوس. طلعوا الاجواء، والله صارت الاجواء رهيبه جوا الجبل. يا اخي هياكل عظميه ما ملوا، ما في وحوش غيرهم. حاس حالي غشاش والله. طلعوا بده يجي يذبحوني بالسيوف وانا بكل بساطه مع السلامه. حاس حالي هكر. الا هذا الكلب اللي قاعد يرمي اسهم من بعيد. يلا ندخل على الباب السري. اوكي رايحين على التنين نحن المفروض الحين. اللعبة ما فيها فول دمج صح؟ لا متت؟ لا 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 اوكي كاتسين. اوكي نرجع لهذول اللي عم بيلعبوا، احنا كل شيء قاعدين نلعبه هو قصص هذول، قاعدين يالفوا قصة بين بعضهم ونحن نلعبها. ما راح نقاتل التنين، راح نقاتل هالجمجمة اللي هو مساعد التنين. اوكي بوس فايت بوس فايت بوس فايت. هذا ما يمزح. اوكي لا هذا معاه اسلحة، من شوي كنت قاعدة هايت انه مساكين ما عندهم اسلحة، هذا عنده مدري شو هذا بالضبط بس واضح انه جدا قوي. يا خوي هدي ما قاعد يوقف طلق، ولو عنده هياكل عظمية بدون روس كذا مقطوع راسهم. القم 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 القم. اوكي لا رح اموت. لا هذا عصب. طول بالك يا خوي طول بالك. والله قاعد يرقد وراي. مات. شوف اللوت.
شوفوا اللوت. هو او هذا الشرير اللي كنت قاعد اتقاتل معاه من شوي، كان ميني بوس. سلاحي ما قاعد ياثر عليه بالمره ابدا. شو صار؟ وين راح؟ رحت اخذ لوت، رجعت لقيته هرب. ما راح نقاتله الان، هذا بوكس محترم اكيد فيه اسلحه. سلاح ازرق، هلا والله. كل الاسلحه اللي قبل كانت خضره. اوه طلعوا لما ايم يطلع شيلد او درع يحميني. اوكي اخيرا هنطلع من الجبل ونرجع للطبيعه. اوكي الحين رايحين على القلعه. اوه شو صار؟ كانت فجأة قلعة وزهور وألوان، قلبت نهاية الدنيا. شوفوا هنا في حرب قامت، هاجمين الهياكل العظمية. وهذول بشر؟ اوكي بشر ضد هياكل عظمية. يعني من شوي كنا في اجواء طبيعة خلابة، بعدين دخلنا في جبل او كهف، الحين شط بحر، وكأنه مسلسل جيم اوف ثرون قلب فجأة. متذكرين بداية الفيديو لما قلت لكم انه ضدي كلهم سيوف وانا بسلاح؟ طلع كلام غلط، ضدي كلهم بأسهم واشياء، مو اسلحة بس تطلق من بعيد. اوه مين قاعد يرمي حجر؟ اوه في منجنيق، في منجنيق يا شباب. لا 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 طول بالك، طول بالك يا خوي، هذا ليه معصب؟ القم القم القم. لا 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 لا، تعال يا خوي، تعال تعال، وين رايح؟ تعال تعال تعال. حلو 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 حلو. الحين حطيت السي 4 هنا، لازم افجرها. كيف افجرها؟ اظن اطلق عليها صح. حلو اوكي، لازم ادخل جوا القلعه بس ما في طريق، فلازم اني ادخل جوا المنجنيق. اوقف هنا ونطلق ونقول بسم الله. اوكي لا مو جوا القلعه بس هنا. حلو اجى التنين يا شباب، تتذكروا لما سويت شخصيتي كان في معي تنين؟ هلا والله، ساعدني يا تنين، تعال اضرب. ايوه ايوه احرق، ايوه. لا لا تحرقني انا يا خوي. اوكي يا شباب راح نوقف هنا، خلصت اول مهمة من اللعبة تقريبا، وصراحة شكلها جدا جميل وراح اكمل تختيمها. اتمنى يا شباب اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم عن اللعبة، واذا ودكم تفوزوا بنسخة منها فلا تنسوا تشاركوا بالجيف اوي. وبس كان معكم شركيال وشركيكي، اشوفكم فيديوهات ثانية ان شاء الله، مع السلامة.